النبيين عدوا كربلاء وجوههم شعفا لرزق الحسين. يا حسين يا حسين يا حسين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، ولعن الله قاتليك. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام، فيما أسروا وما أعلنوا، وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين، سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، آمين. كان دم الحسين عليه الصلاة والسلام ولا يزال مائزا بين الحق وأهله وبين الباطل وأهله. كل من ينظر في قضية الحسين عليه الصلاة والسلام تنتابه مشاعر الغضب على من ظلمه وقتله واستباح حرمته، فيغضب إن كان سويا يغضب على يزيد وعلى سائر من ائتمر بأمر يزيد عليه اللعنة في قتل الحسين صلوات الله عليه. ثم إن هذا الناظر أو الباحث لا يتوقف أمره ولا تتوقف مشاعر غضبه على يزيد فحسب، إنه يفتش ويبحث عمن جاء بيزيد ومن مكن يزيد من رقاب المسلمين حتى استباح حرمة سبط رسول الله صلى الله عليه وآله، فيغضب هذا الباحث الناظر على معاوية بن أبي سفيان لعنة الله عليهما. ثم إن هذا الباحث الناظر إن كان مدفوعا بدافع الغيرة الإيمانية فإنه لا يتوقف عند هذا الحد أيضا، وإنما يبحث في من مكن معاوية من رقاب المسلمين، فيصل إلى عمر بن الخطاب الذي ولى معاوية الشام، فتنتابه مشاعر الغضب، تنتاب هذا الباحث الناظر السوي تنتابه مشاعر الغضب على عمر ويبرأ إلى الله تعالى منه. ثم إنه يبحث في من مكن لعمر فيجده أبا بكر الطاغية الأول لعنه الله، فيغضب عليه، وحين ذاك يبرأ من كل هؤلاء ويوالي أئمة الإسلام الأئمة الشرعيين من آل الرسول المختار صلوات الله عليه وعليهم أجمعين. هذه إحدى أهم أهداف
ثورة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام أن يتطهر فكر الإنسان المسلم ولو على نحو التطهير القهقرائي، فيتبدد كل وهم في فكر هذا الإنسان عن شخصيات الزمن الغابر، عن أولئك الذين انقلبوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وجحدوا وصيته في عترته الطاهرة صلوات الله عليهم أجمعين. دم الحسين هو هذا المائز الذي يجعلك تميز بين الحق والباطل، بين أهل الحق وبين أهل الباطل. ولولا هذا الدم لضاع هذا المائز، ولولا هذا المائز لضاع الدين كله، ولكنا نحن ممن أنعم الله عز وجل علينا بالإيمان بسبب تضحية الحسين عليه الصلاة والسلام، لكنا نحن أيضا من جملة أولئك المخدوعين الذين اتبعوا إسلاما زائفا احتراما منهم لتلك الشخصيات الغابرة المنافقة التي تسلطت على رقاب المسلمين فصنعت دينا حكوميا يخالف ما جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. دم الحسين المائز المطهر الذي يطهر نفوسنا وفكرنا. تضحية الحسين عليه الصلاة والسلام هي التي نقت ما في الأجواء الإسلامية من ضلال عبر العصور، ولا يزال هذا الدم الشريف الطاهر يمارس دوره إنجاز التعبير في هذا التطهير، وما زالت هذه الأمة يوما بعد يوم تكتشف الخديعة التي وقعت فيها حين تتأثر بمظلومية الحسين عليه الصلاة والسلام في هذه الأيام الحزينة، فيجرها الأمر إلى البحث عن أسباب ودواعي وقوع هذه الفاجعة، فترتد الأمة عن كل من ارتد على أبي عبد الله الحسين، وعلى كل من ارتد على عترة رسول الله صلى الله عليه وآله، لنعرف قيمة هذا الدم الطاهر، لنعرف قيمة هذه التضحية العظيمة. مخالفون ما عرفوا هذه القيمة ولا قدروها، كبراؤهم أصروا على غلق هذا الباب، إغلاق باب البحث والتفتيش عمن أسس أساس الجور والظلم على أهل البيت، البحث عمن تسبب في مقتل الحسين عليه الصلاة والسلام، من أدى إلى هذه النتيجة البشعة. أغلقوا الباب وما زالوا يغلقونه خوفا منهم من أن يؤدي فتح هذا الباب إلى اكتشاف الحقيقة أن يزيد ظلم الحسين فلا بد من البراءة منه. من جاء بيزيد وولاه؟ معاوية، فلا بد من البراءة من معاوية. من جاء بمعاوية وولاه؟ عمر بن الخطاب، فلا بد من البراءة من عمر. من جاء بعمر وولاه؟ أبو بكر، فلا بد من البراءة من أبي بكر. أرادوا من البداية إغلاق الباب،
ولذلك قام بعضهم وأفتى بحرمة التعرض ليزيد. اعلموا أيها الإخوة أن مخالفينا انقسموا إلى تقريبا ثلاثة أقسام في موقفهم من يزيد. قسم وافقنا للإنصاف، برئوا من يزيد ولعنوه وجرموه وأثموه. قسم أثمه على استحياء ووقف بين كأحمد بن حنبل، قال يزيد نحن لا نسبه ولا نحبه، احنا ما نحبه ولكن ماذا؟ لا نسبه، نترك أمره لله عز وجل. لماذا يا أحمد بن حنبل؟ يقول لأن يزيد بدأ حياته وبدأ ملكه وحكمه بدم وختمه بدم، وارتكب فظائع كثيرة وظهر منه الفسق وظهر منه الجرائم والخروقات للشرع، ولكن احنا نتحرج عن سبه ولعنه. فهذا القسم الثاني. قسم ثالث بلغ به العناد والوقاحة مبلغ أن يدافع عن يزيد، وهؤلاء قلة وما زالوا قلة في المخالفين، الحمد لله هؤلاء قلة. قالوا لا، يزيد مفترى عليه، يزيد مظلوم. أولا لم يكن فاسقا، من قال لكم أنه فعلا كان يشرب الخمر وكان يزني وكان يرتكب الفجور؟ وأما قتل الحسين عليه السلام فلم يكن راغبا به، إنه إنما أمر بأن يمنع الحسين من الوصول إلى العراق. عبيد الله بن زياد هو الذي تسرع وقتل الحسين، هو الذي أمر عمر بن سعد بقتل الحسين، ولم يكن يزيد راضيا بهذا. ولذلك لما بلغه نبأ مقتل الحسين بكى وتأثر وتألم ولعن عبيد الله بن زياد، هذا يروونه هم، هذا يروونه موجود. إذا كان الأمر هكذا، يعني هم يريدون بمثل هذه الحجة أن يدافعوا عن يزيد وينزهوه من هذه الجريمة العظمى، إذا كان الأمر هكذا لماذا حاكمتم إذن حسني مبارك؟ لماذا لم يكن حسني مبارك راضيا بقتل هؤلاء الثوار في ميدان التحرير؟ كان راضيا؟ هو ينكر، يقول أنا لم أكن راضيا، وليس هنالك دليل واحد ملموس على أنه أمر بقتلهم، كان يكون هنالك قرار مختوم من قبله أو موقع من قبله على أنه ماذا؟ آمر مثلا أفراد الجيش أو الشرطة بأن يقتلوا هؤلاء الثوار، ماكو هكذا شيء. لماذا إذن تحاكمونه؟ لماذا جرمتموه؟ تقولون المسؤولية السياسية، شيء وقع أمام عينيه فلم ينكره ولم يتدخل ولم يعزل ولم يحاسب القاتلين، فهو إذن يتحمل هذه الدماء، هذه في رقبته. نفس هذا المعيار وهذا المنطق لماذا لا تسحبه على يزيد؟ أنت تزعم أن يزيد لم يكن راضيا بقتل الحسين وأنه أبدى أسفه وندمه، أين محاسبته للقاتلين؟ لما لم يقتل قصاصا؟ لما لم يقتل عبيد الله بن زياد الذي أمر بقتل الحسين؟ لما لم يقتل عمر بن سعد؟ لما لم يقتل شمر بن ذي الجوشن؟ لماذا؟ لماذا لم يقتل حرملة؟ هؤلاء الذين تكالبوا على أبي عبد الله الحسين وعلى أطفاله وعلى نسائه وعلى رجال أهل بيته وعلى أصحابه، لما لم يحاسبهم؟ ما دام لم يحاسبهم وأقرهم على مناصبهم فهو شريك في تلك الدماء. المعايير عند أهل الخلاف معايير أهوائية راجعة إلى الهوى، مراجعة إلى
قوانين وقواعد ثابتة وصارمة. على أي حال، هذا القسم الثالث لا يستحي، لا يستحي أبدا، يدافع عن يزيد وينافح عنه بكل ما أوتي من قوة. ومن هذا القسم الثالث من هو جاحد وقد استيقن بحقيقة جرم يزيد، كقوله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعني هو عالم بأن يزيد مستحق للعنة 100%، ولكن لماذا تمنع من لعنه؟ يقر ويعترف بصراحة: أني أمنع من لعنه وأسد هذا الباب خوفاً عن أن يجر لعن يزيد إلى لعن من هو أعلى من يزيد. من هؤلاء التفتازاني، العالم البكري المعروف شارح المقاصد، في كتابه شرح المقاصد في المجلد الخامس الصفحة 310، اسمع ماذا يقول بالنص. يقول: فإن قيل فمن علماء المذهب من لا يجوز اللعن على يزيد، مع علمهم بأنه يستحق ما يربو على ذلك ويزيد. يقول إذا من علماء مذهبنا من منع، لم يجوز أن واحد يلعن يزيد، مع أنه يستحق هذا اللعن ما يربو عليه، ويزيد أيضا يستحق أكثر من اللعن هم يستحق. فما هو الجواب؟ يقول: قلنا تحاميا عن أن يرتقى إلى الأعلى فالأعلى، كما هو شعار الروافض على ما يروى في أدعيتهم ويجري في أنديتهم، فرأى المعتنون بأمر الدين الجام العوام بالكلية طريقا إلى الاقتصاد في الاعتقاد. صريح الاعتراف، واقعا اعتراف يدين الملة البكرية إدانة فاضحة لها. صريح العبارة، يقول يزيد مستحق للعنة. طيب ليش إذن تفتي بحرمة لعنه؟ يقول: تحاميا من أن يرتقى إلى الأعلى فالأعلى، إذا فتحنا هذا الباب أمام العوام فلن يلجموا، سيلعنوا يزيد ومن ثم يبحثون في من ولى يزيد فيلعنون معاوية، ومن ثم يصعدون إلى الأعلى فالأعلى، يوصلوها إلى أبي بكر، فيصيرون شنو؟ كما حال الروافض وشعار الروافض. أرأيتم كيف يتعامل هؤلاء مع عترة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ أرأيتم كيف يتعاملون مع الشريعة؟ الشريعة أباحت لعن يزيد لارتكابه هذا الجرم، فلماذا تمنع إذن؟ يقول: بصراحة أنا خايف على مذهبي، إذا أفتح هذا الباب الناس لن تتوقف عند يزيد، حرية الفكر لن تتوقف عند يزيد فتتقيد، سيمضي هؤلاء ويبحثون في من جاء بيزيد إلى أن يصل الأمر إلى أبي بكر، يصيرون كلهم ماذا؟ رافضة. خافوا على معاوية، ومعاوية كما تعلمون أكثرية أهل الخلاف على توليه، قسم ضئيل من أهل الخلاف تحرروا من معاوية، قسم ضئيل أدانوا معاوية. من هؤلاء أحد علماء الشافعية في عصره، وكان من علماء اليمن،
وكان ذا شأن عظيم في زمانه. هذا الرجل اسمه محمد بن عقيل الباعلوي الحضرمي الشافعي، وهو ينتسب إلى السادة الهاشميين. هذا الرجل ألف كتاباً، اسم هذا الكتاب النصائح الكافية لمن يتولى معاوية. ألف هذا الكتاب منكراً على قومه تولي معاوية، يقول هذا غير صحيح. قبل أن نأتي لما ذكره هذا الرجل في كتابه، لا بأس أن نعطيكم لمحة عنه، وأفضل ما يعطينا لمحة عنه هو ما كتبه العالم البكري المعروف محمد رشيد رضا، الذي كان من علماء لبنان وعلماء الأزهر، وكان تلميذاً لمحمد عبده، وكان صاحب التفسير المعروف بتفسير المنار، وصاحب كذلك مجلة المنار التي كانت مجلة يكتب فيها أو تنشر فيها كثير من البحوث العلمية في زمانها، مجلة واسعة شهيرة جدا. هذا الرجل في إحدى أعداد مجلته ترجم لمحمد بن عقيل هذا، فماذا قال عنه؟ يقول: كان رحمه الله تعالى قوي الجسم والعقل، ذكي الذهن، زكي النفس، عالي الهمة، واسع الاطلاع على الكتب الإسلامية من شرعية وأدبية وتأريخية، مختبرا لأهل هذا الزمان. يمضي فيقول: وأما أخلاقه فصف ما شئت من عزة نفس وسخاء كف وشجاعة وإقدام وعفة وورع ووفاء ومروءة. وهنا ينقل عنه شيئا طريفا أيضا، يقول: وكان كثير الزواج، يجمع ما طاب له من النساء مثنى وثلاث ورباع، وكثير النسل والإنتاج. أخبرني سنة 1330 أن أولاده وأحفاده يزيدون على 50 نسمة، وهم متفرقون في بلاد مختلفة، وأنه لا يعرفهم كلهم بأشخاصهم، وأنه لا يعلم عدد من مات منهم. مزواج كان. وقد نشأ على مذهب الشافعية تربية وتعليما وعملا، ولكنه كان مع ذلك مستقل الفكر في المسائل العملية والدينية. ومن هنا يحكى أنه بسبب استقلاليته هذه مال إلى المذهب الزيدي، عند نوع من الاستقلالية. هو شافعي بس عند نوع من الاستقلالية في الفكر، شوية متحرر الفكر، فبرئ من معاوية ويزيد، لم يبرأ من أبي بكر وعمر وعثمان، أما على الأقل ماذا؟ برئ من معاوية ومال إلى الزيدية. يقول: اتصلت المودة بيننا والمكاتبة بيننا بقوة وحرارة، ثم فترت، يعني ضعفت في السنوات الأخيرة. ليش؟ شنو السبب؟ يذكر هو الخلافات التي وقعت بينه وبين محمد بن عقيل. يقول: وأول خلاف في الآراء وقع بيننا مسألة لعن معاوية، وأن دعاة التشيع من العلويين قد أثاروها في جاوة أو أندونيسيا كلها، في تلك المناطق جاوة أندونيسيا. يقول: أثار دعاة التشيع، من أرادوا إيصال المد الشيعي إلى تلك الديار، أثاروا قضية ماذا؟ لعن معاوية.
يقول واستفتيت فيها، أنا محمد رشيد رضا استفتيت في هذه المسألة فأفتيت بعدم الجواز، قلت لهم ما يصير لا يجوز لعن معاوية، وبينت ما في هذا الشقاق من الضرر والتفرق بين المسلمين بمصلحة راجحة تقابله. يقول وفيها في هذه الفترة ألف كتابه المشهور النصائح الكافية، النصائح الكافية لمن يتولى معاوية، وعذر كل منا أخاه في اجتهاده. فكأن محمد رشيد رضا يقول إن محمد بن عقيل إنما ألف كتابه هذا ردا على جوابي على ذلك الاستفتاء، أنا مو أفتيت بعدم جواز لعن معاوية، هذا راح ألف كتاب قال النصائح الكافية لمن يتولى معاوية، وأثبت في كتابه جواز لعن معاوية بل وجوب البراءة منه إلى الله تعالى. يقول من هنا فترت العلاقة بيننا، صحيح عذر كل منا أخاه في اجتهاده، ولكن العلاقة ماذا؟ ساءت، ضعفت فيما بعد. ماذا قال هذا الرجل محمد بن عقيل الباعلوي الحضرمي الشافعي في كتابه النصائح الكافية لمن يتولى معاوية في الصفحة 60؟ أقرأ لكم ما قاله بالنص، ليش؟ لأنه عندنا شغل مع هذا النص، إحنا نريد أن نرى هذا يدين معاوية بماذا، على ماذا استند من أحاديث أدان بها معاوية. إحنا عندنا شغل مع هذا الموضوع، هذا بحثنا. يقول ومن كبار فواقره وعظائم جرائره استخلافه ابنه يزيد السكير الخمير المنابذ لله ورسوله الهاتك الحرمات والمرتكب المخزيات، مع أنه عالم بحاله مطلع على قبيح أفعاله، أنفق على تمهيد بيعته أموال بيت المال، وارتكب من المعاصي لذلك ما يغضب ذا الجلال. يقول أنا بهذا أدين معاوية، شلون يولي ابنه السكير الخمير الفاسق مع أنه عالم بحاله، بل وأنفق مال المسلمين من بيت المال على ماذا؟ على الدعوة إلى بيعة يزيد. صدق معاوية راح اشترى من الناس بيعة يزيد، يدفع إلى رئيس هذه القبيلة أو هذه العشيرة، يدفع لها شكل مبلغ حتى يبايع من؟ يزيد وليا للعهد، ويدفع لذاك أيضا نفس الشيء، يشتري من الناس دينهم. هذا شلون يصرف بيت مال المسلمين على هذا الأمر؟ وكيف يترك أجلاء الصحابة، على تعبيرهم من تبقى من الصحابة كثر وفيهم من هو أعظم من يزيد، وفيهم الأتقياء وفيهم الشرفاء، لماذا لم يولي هؤلاء؟ لماذا ولى يزيد هذا الشاب الفاسق الفاجر السكير الخمير؟ يقول وهنا يستشهد بأحاديث يرويها هؤلاء القوم، ويريد بهذه الأحاديث أن يدين معاوية. يقول أخرج أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك عن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من ولي من أمر المسلمين شيئا فأمر عليهم أحدا محاباتا لعنه الله أو فعليه لعنة الله، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يدخله جهنم. حديث مهم
والراوي له من؟ أبو بكر لعنه الله. مضمون الحديث هذا أن النبي صلى الله عليه وآله يقول إذا واحد تولى من أمر المسلمين شيئا فولى أحدا محاباتا، يعني هو يحابي هذا الشخص فولاه، إما لأنه قريبه، إما لأنه صديقه، مو لمعيار أن هذا تقي، أن هذا شريف، أن هذا صالح للولاية، لا، محاباتا فقط يولي أقاربه، جماعته، أصحابه. فهذا عليه لعنة الله، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يدخله جهنم. يقول هذا الأمر ماذا؟ يدين معاوية. وبعد يقول وأخرج الحاكم في المستدرك عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله من استعمل رجلا من عصابة وفي تلك العصابة من هو أرضى لله منه فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين. حديث أيضا جدا مهم. إذا واحد يستعمل يعني شنو؟ يعني يولي أحد، يجعله عاملا، يولي، يقول له أنت مثلا أمير الجند، أنت والي الشام، أنت والي البصرة، أي نوع من أنواع الوظائف المولوية، الوظائف الحكومية إنجاز التعبير. وهو يعلم، هذا المولي، هذا الأمير يعلم أن هنالك من هو أرضى لله من هذا المعين، فإذا يكون هذا المولي قد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين. وبعد يقول وأخرج البخاري في صحيحه عن معقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. يموت وقد غش المسلمين، فيقول معاوية غش المسلمين، ولا عليهم فاجرا فاسقا كيزيد، فقد غش المسلمين، فمعاوية إذن محرمة عليه الجنة. يعلق هنا محمد بن عقيل على هذه الأحاديث الثلاثة التي جاء بها، فماذا يقول؟ يقول فهل يبقى بعد سماع هذا لذي إيمان أن يصدق بما جاء به من لا ينطق عن الهوى شك في استحقاقه لعنة الله؟ يقول بعد هذه الأحاديث يبقى شك في من يصدق بمن لا ينطق عن الهوى رسول الله صلى الله عليه وآله، يشك بعد في أن معاوية مستحق للعنة الله وأن لا يقبل منه صرفا ولا عدلا حتى يدخله جهنم، وأنه خان الله ورسوله والمؤمنين، وأنه مات غاشا للأمة بيزيد، أم هناك تأويل يحاول به أنصاره رد الحديث الصحيح أو تضعيفه؟ اللهم غفرانك. يقول شنو تسوون؟ تردون الأحاديث الضعيفة بتأويلاتكم السخيفة أم ماذا؟ وهاي الأحاديث تنطبق على حال معاوية، يصير ملعون، محرم عليه الجنة. يقول ربما يدعي مدع أنه مجتهد، هذا كلام أهل الخلاف، تجيب لهم جرائم صحابتهم وأئمتهم، شو يقولون؟ اجتهد فأخطأ، بس هذا هو حافظ هالعبارة وماشي بيها، أي شيء تجيب له اجتهد فأخطأ. معاوية ولا يزيد؟ اجتهد فأخطأ. يزيد شرب الخمر؟ اجتهد فأخطأ. أي شيء تقول اجتهد فأخطأ، هذا هو الجواب الرسمي البكري.
ربما يدعي مدع أنه مجتهد رأى سكيره الرجس النجس أولى أهل زمانه بالإمامة وأرضى لله منهم. يقولون هذه الأحاديث ما تنطبق على معاوية، الأحاديث تقول أنه إذا ولى أحد وهنالك من هو أرضى منه لله فهذا اللي خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين. معاوية اجتهد، رأى ماكو أحد أرضى لله من يزيد، ماكو، هذا أعدل البرية أتقى البرية يزيد، تصدق؟ عقمت الأمهات أن تنجب مثله، ومن مثل يزيد؟ فلما يجيب هذا العذر يستهزئ بهم محمد بن عقيل، يقول هذا بعد ما يحتاج إلى جواب أصلا، يقول ولا جواب عن هذا إلا الاستعاذة بالله من شر هذا المدعي المكابر والإشفاق عليه أن يمقته الله ويلحقه بذينك الطاغيتين، يعني يزيد ومعاوية. يقول إذا واحد يدعي هذا الادعاء أنه يزيد أرضى الناس كان لله عز وجل، بعد هذا ماكو جواب عليه إلا واحد يقول أعوذ بالله، أعوذ بالله من هذه المكابرة، أعوذ بالله من هذه المكابرة، يعني في أوضح الواضحات تكابرون، فسق يزيد، آثام يزيد، جرائم يزيد، من أوضح الواضحات لا تحتاج أصلا إلى نقاش، ما يحتاج واحد يناقش بها. فالذي يحاول أن ينزه هذه الشخصية الملعونة عن هذه الآثام وعن هذه الجرائم فهذا لا جواب له إلا الاستعاذة بالله عز وجل والدعاء على هذا الذي يحاول التبرير ليزيد بأن يلحقه الله بمن؟ بيزيد وبمعاوية. وانت شوفهم حتى دول اللي يدافون عن يزيد، تراها اللي يدافون عن يزيد قل له أسأل الله أن يحشرك مع يزيد، يقول لا 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 تقول. مو بس هذا، الآن وصلوا في الفترات الأخيرة إلى مرحلة أن تقول له أسأل الله أن يحشرك مع عائشة، يقول لا، حتى عائشة، لأنه عائشة بدأت أيضا تسقط الآن، هذا زمان التحرر، زمان التنور، عائشة أيضا ظهرت فضائحها وجرائمها وآثامها وتحريفاتها لدين رسول الله صلى الله عليه وآله. فالآن المخالف، ترى اعرف كل مخالف الآن في هذا الزمن وأنا أتحدث إليكم هو في عائشة من في شك، هو من عائشة في شك، الآن متزلزل إيمان البكري تجاه عائشة، ترى اعرف هذا الشيء. بحمد الله بفضله جل وعلا الأمور بدأت تنكشف، هذا مو زمان انغلاق، ليس كالأزمان التي ولت كل شيء كان محجورا على الفكر، لا، الآن كل شيء انكشف، بعد الآن لا يظهر ولا يستعلي إلا الحق وأهل الحق، وليس أهل الحق إلا آل محمد صلى الله عليه وسلم. صل على محمد وآل محمد. كل من هو خلافهم يسقط، هذا زمان سقوط كل من خالف محمدا وآل محمد عليهم الصلاة والسلام، وأنتم ترون ذلك بأعينكم، هذا زمان احتضار المذاهب الباطلة التي تشبثت بمن خالف محمدا وآل محمد عليهم الصلاة والسلام، هذا هو الواقع، هذه ثورة إسلامية إيمانية جديدة تطهر الأجواء الإسلامية من هذا الضلال ومن رموز الضلال، ومفتاح هذه الثورة ووقودها دم الحسين عليه الصلاة والسلام الذي يتجدد في هذه الأيام ببركة هذه المجالس وهذه الشعائر
وهذه الفعاليات الحسينية، هذا هو وقود هذه الثورة. ولذلك قلت لكم بالأمس إن أعداءنا لا يمكن أن ينتصروا علينا، لأن معنا الحسين صلوات الله عليه، ومعنا قضية الحسين. قال: وهل منع الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عن إبقاء معاوية عاملا عن الشام أو على الشام حتى يستتب له الأمر كما أشار به عليه المغيرة بن شعبة، إلا الفرار من هذا الوعيد، وإن كان الرأي السياسي يقتضي إبقاءه على زعم كثيرين؟ وقد استشهد كرم الله وجهه بقوله تعالى: وما كنت متخذ المضلين عضدا. كيف تسمع هذه الدعوة ومعاوية نفسه مقر ببطلانها؟ هذه الدعوة التي يقال فيها إن معاوية كان قد اجتهد في أن يزيد ابنه كان أرضى لله من غيره ولذلك ولاه، يقول: شلون تستمعون مثل هذه الدعوة؟ كيف تسمع هذه الدعوة ومعاوية نفسه مقر ببطلانها؟ فإنه قال وهو يخطب بكمه. هذه إشارة لطيفة منه. معاوية في أواخر أيامه أصيب بمرض، مرض هذا اللي تعرفون بعض الناس اللي يصير عندهم ميلان في أحد جانبي الوجه، يصير مائل هكذا، يصير عنده ميلان دائما. شو يسمو أبو وجه مو هالشكل؟ ها؟ شرجي. إيه أحسنتم. هذا أصيب به معاوية، فكان كلش مستحي وكلش متأذي. فلذلك لما كان يخطب أمام الناس يغطي هالشكل، يسوي ويتكلم، يغطي وجهه بكمه، شايف شلون؟ فهنا هذا يقول شنو؟ وهو يخطب بكمه، كأنه ده يحكي مع شنو؟ مع كمه، أو مع الكم هذا هو يخطب. قال: وهو يخطب بكمه: ولولا هواي في يزيد لأبصرت قصدي، وفي لفظ آخر لأبصرت رشدي. يقول: إذن هذا يعترف بأن الذي دفعه إلى تولية يزيد لم يكن أنه أرضى لله عز وجل، أو أنه ورع تقي صالح لإمرة المسلمين لأن يتأمر على المسلمين، وإنما هواي في يزيد، الهوى صرفني عن رشدي، عن قصدي، وخلاف الرشد هو تولية يزيد، لكن شو أسوي؟ هواي يدفعني إلى ذلك. صراحة يعترف على نفسه. يقول: قال ابن حجر الهيتمي، هذا منه؟ تعرفوه؟ صاحب الصواعق المحرقة. يقول: قال ابن حجر الهيتمي: فيه غاية التسجيل على نفسه. يقول هذا الحديث من معاوية، هذا المقال من معاوية: لولا هواي في يزيد لأبصرت قصدي أو رشدي. يقول: في هذا القول غاية التسجيل على نفسه، بأن مزيد محبته ليزيد أعمت عليه طريق الهدى وأوقعت الناس بعده مع ذلك الفاسق المارق في الردى. يعترف معاوية على نفسه. يقول ابن عقيل: ولربما يظهر مشاغب آخر ويقول: لعله تاب ورجع، لعله معاوية تاب ورجع عما صنع، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. فنقول، يقول جوابنا هذا، إن التوبة لا تتحقق ولا تصح إلا بالإقلاع عن الذنب والندم.
على فعله والعزم على ألا يعود إليه، كما قال الله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. التوبة إنما تتحقق مع عدم الإصرار على العودة إلى الذنوب، وإلا إذا عندك إصرار على العودة إلى الذنوب أي توبة هذه؟ هذه مو توبة. هذه أنتوا تقولون لعل معاوية تاب، زين، أين إذن إقلاعه عن هذا الذنب وهو تولية يزيد؟ لماذا لم يزح عن الولاية؟ لماذا لم يعزله؟ قال: وكل هذه الثلاثة منتفية في معاوية. يعني هاي ثلاثة أمور: فاستغفروا لذنوبهم، ولم يصروا على ما فعلوا، وهم يعلمون. ثلاث أمور. فإنه أكره المسلمين على البيعة ليزيد، وأصر على ذلك إلى آخر نفس من أنفاسه. كيف ووصاياه ليزيد وتعاليمه شاهدة عليه بإصراره وعدم مبالاته. نقل أبو جعفر الطبري في تاريخه، وابن الأثير في الكامل، والبيهقي في المحاسن والمساوئ وغيرهم، أن معاوية قال ليزيد: إن لك من أهل المدينة ليوما، يعني دير بالك ترى أهل المدينة يوم من الأيام سينتفضون عليك، سيثورون عليك، أنت إلك يوم منهم. إن لك من أهل المدينة ليوما، فإن فعلوا فرمهم بمسلم بن عقبة. وهو هم يعلق يقول: وهو الذي سمي مسرفا ومجرما. المسلمين قالوا هذا اسمه مسرف، مو مسلم، مجرم. فإنه رجل قد عرفت نصيحته. هاي معاوية ينصح من؟ ابنه يزيد، يقول ترى إذا قاموا عليك ثاروا دزلهم منه، علي الكيماوي، هذا علي الكيماوي مالته، هذا مسلم بن عقبة، روح يحرقها حراق، يأدبهم كلهم. وهالشكل صدق سوى في أهل المدينة المنورة، بالفعل سوى. يقول: عرف معاوية أن مسلما لا دين له، فأمر يزيد أن يرمي به أهل المدينة، أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله. وقد فعل يزيد ما أمره به أبوه بالفعل في واقعة ماذا؟ واقعة الحرة. وفعل مسلم بأهل المدينة ما أريد منه، حيث قال له يزيد: يا مسلم، لا تردن أهل الشام عن شيء يريدون بعدوهم، يريدون استباحة المدينة المنورة فليستبيحوها. فسار بجيوشه من أهل الشام فأخاف المدينة، واستباحها 3 أيام بكل قبيح، وافتضت فيها نحو 300 بكر، وولدت فيها أكثر من 1000 امرأة من غير زوج. هذا تاريخكم، هذا تاريخكم يا من تدافعون عن يزيد. ما تستحون تارة تدافعون عن أبي بكر وعمر، لأن جرائمهما مطموسة، تحتاج واحد كثير يفتش، ينقب في الكتب في المصادر حتى تطلع هاي الجرائم. أما يزيد، بالله عليك، أكو إنسان، إنسان، إحنا مع من نتكلم؟ إحنا نتكلم مع أناس ينتمون لبني الإنسان، لو نتكلم مع حيوانات اللي يزيد تدافع عنه مع ظهور هذه الجرائم؟ الله أكبر، أين الإنسانية فيكم قبل أن نفتش عن الإسلام فيكم؟ كتب الآن مطبوعة في ديار المسلمين عنوانها: يزيد بن معاوية الخليفة المفترى عليه. يدافعون عن يزيد؟ ما تستحون
هذا الذي أرسل جيشه وافتض 300 بكر وزنى 1000 امرأة وأولدها أولاد زنا، عن ماذا تتكلم؟ أين حياؤكم أمام الناس، أمام الإنسانية؟ انتفت الإنسانية، صدقني انتفت الإنسانية في هؤلاء. ما نتكلم عن دين ولا مبادئ دينية يا أخي، إنسانية ماكو. تدافعون عن واحد طاغية مجرم مثل هذا، وأي عجب في ذلك؟ هذا مضى عليه 1400 سنة تقريبا ويدافعون عنه. صدام الذي أمام أعينهم فعل ما فعل يدافعون عنه، بأم أعينهم رأوا المقابر الجماعية على التلفزيون، أكو واحد ما شاف؟ يدافعون عنه. شهيد العرب قرضاوي يطلع يترحم عليه، نجس رجس لصدام تترحم عليه مع ظهور جرائمه، أباد شعبا وشتت شعبا ودمر البلاد والعباد، تترحم عليه وتقول إيه ليش؟ لأنه آخر كلمة قال لا إله إلا الله، من قال لا إله، من كان آخر قولي لا إله إلا الله دخل الجنة. زي وش عجب قذافي يعني ما يجري عليه هذا الحكم؟ ليش قذافي أفتيت بوجوب قتله؟ قال أنا أفتي الآن بوجوب قتل القذافي، أخيرا مقتله، وليش ما طلعته صورة آخر لحظة من القذافي أنه شنو قال؟ يمكن أم قايل لا إله إلا الله، شو مدريكم؟ خاصة أنه كان حافظا للقرآن. تدرون القذافي كان حافظ للقرآن؟ قذافي صاحب الرقم القياسي في موسوعة جينيس أو جينيس في ماذا؟ في أكبر صلاة جماعة في عصرنا الراهن. راح إلى أفريقيا 500,000 إنسان صلى وراء، شايفين الإمام المسلمين، وصلى صلاة كاملة وقرأ يمكن نصف جزء من القرآن الحكيم، قرأ حافظ. القذافي كان يرفع شعار الإسلام أيضا، طبعا الإسلام القذافي مثل الإسلام الصدامي، شلون صدام هم إلى إسلام خاص اللي يجوز فيه أن تكتب القرآن الحكيم بالدم النجس، إسلام خاص قذافي ما الشكل إلى إسلام يعني خاص به. المهم هذا أمر رجل مسلم، لماذا قوانينكم ومعاييركم مزدوجة؟ الفرق هذا هو بالفعل عندهم معيار كلش دقيق، هذا لا يحيدون عنه، وهو ماذا؟ إذا كان الظالم ظالما للرافضة الشيعة فهذا أنعم به وأكرم مهما يرتكب من جرائم، أما إذا لا هذا الظالم علينا لا ما يصير، هذا حرام، هذا مجرم. قذافي مشكلته شعبه ما كان رافضي، ما كان شيعي، لو شعبه كان شيعي والله وبالله كنت تراهم اليوم إلى اليوم يدافعون عن القذافي ويوقفون معه، وبالسلاح هم يوقفون وياه مثل ما واقفين مع آل خليفة. معايير سليمة عادلة عند هؤلاء القوم لا نجد مع الأسف الشديد. يقول: واستباحها 3 أيام بكل قبيح، وافتضت فيها نحو 300 بكر، وولدت فيها أكثر من 1000 امرأة من غير زوج، وسماها نتنة، وقد سماها رسول الله صلى الله عليه وآله طيبة. رسول الله سمى المدينة المنورة ماذا؟ طيبة أو طيبة، وهذا يزيد لعنة الله عليه، يسمي مدينة رسول الله ماذا؟ نتنة، عداوة لرسول الله صلى الله عليه وآله. وقتل فيها من قريش والأنصار والصحابة وأبنائهم نحوا من 1700، وقتل أكثر من 4000 من سائر الناس، وبايع المسلمين على أنهم عبيد ليزيد، ومن أبى ذلك أمره مسلم على السيف، إلى غير ذلك من المنكرات. هذا تمام كلام محمد بن عقيل. رأيتم أيها الإخوة، إحنا لازم نناقش هذا الكلام. ليش نناقشه؟
نحن أيها الإخوة أمام ظاهرة الآن في هذا الزمان نستطيع أن نسميها بظاهرة محمد بن عقيل، يمكن أن نسميها هكذا. يعني محمد بن عقيل تحرر كما بينا، تحرر من ماذا؟ من عقدة معاوية، على الأقل شوية تبرى من معاوية، صار عنده جرأة، وصل إلى هذا المستوى. هذه الظاهرة موجودة في أهل الخلاف، غاية ما هنالك شوية تشتد شوية تضعف. من مصاديق هذه الظاهرة في زماننا هاي الشخصية المعروفة عدنان إبراهيم، سامعين بي لو ما سامعين؟ هذا موجود، هذا صراحة خاض الآن ويخوض، ما زال يخوض مع قومه، مع مشايخ نحلته، يخوض في ماذا؟ معهم في جدالات وحروب ومعارك كلامية على قضية ماذا؟ يزيد، على قضية معاوية، عفوا، على قضية معاوية. هذا يظهر اللعنة لمعاوية، يلعن معاوية، يبرأ من معاوية، ويقول معاوية مجرم، فاسق، فاجر، إلى غير ذلك، ظالم. وهؤلاء يردون عليه، يقولون لا، ما لك حق تقول هذا الكلام في سيدنا معاوية، وأنت مترفض بذلك، إلى غير ذلك من صراعات بينهم لا شأن لنا بها. ولكن المشكلة وين؟ نحن نقول هذه هي المشكلة. عدنان إبراهيم، محمد بن عقيل، أمثال هؤلاء، الكبيسي مثلا، عرفتوا شلون؟ هذول عندهم شجاعة، يتحررون من معاوية، بس ما أدري إلى الآن شو اللي موقفهم عند هذا الحد. شوية تشجع أكثر، شوية تشجع أكثر، توصل إلى عمر، إلى عثمان، إلى عمر، إلى أبي بكر، إلى عائشة، اتمشي عليهم نفس القاعدة، نفس الأحاديث التي أنت الآن أخذتها من مصادرك وطبقتها على أفعال معاوية وأدنته بها. إحنا ما نطلب من عندك غير تأخذ ذات الأحاديث وتطبقها على من؟ على الأعلى فالأعلى، مثل ما يقول التفتزاني، شوية اصعد فوق، شوية اصعد اصعد. ليش باقي عند هذا الحد؟ طبعا هؤلاء للعلم يفيدوننا كثيرا، يعني لما يطلع عدنان إبراهيم الكبيسي، ما أدري منه، هذول يطلعون هالشكل يتكلمون ضد معاوية مثلا لعنه الله، هذول يوصلون أبناء البكرين إلى نص الطريق، إحنا نجي بنص الطريق نأخذهم ونوصلهم إلى شنو؟ إلى نهاية الطريق، نوصلهم إلى عائشة آخر شيء هناك. فهو يفيدون، ولكن المشكلة هذه كما قلت، الثقافة البكرية متوقفة عند حد معاوية شوية عثمان، أما أبو بكر عمر لا، كثير يتحاشون أن يمسوهما بشيء، مع أنه ذات الاستدلالات هذه التي تذكر في إدانة معاوية ذاتها تنطبق على من؟ على أبي بكر وعمر. ومن نفس كلام الآن محمد بن عقيل، إحنا نحاكمه الآن، نقول له تعال يا محمد بن عقيل، أولاً عندي ملاحظتان مهمتان في كلام محمد بن عقيل. الملاحظة الأولى، لما استدل بالحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك عن أبي بكر، هو يقول رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من ولي من أمر المسلمين شيئا فأمر عليهم أحدا محاباتا فعليه لعنة الله، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يدخله جهنم. هنا أقول يا محمد بن عقيل، مع الأسف الشديد، لم تكن أمينا في النقل. الحديث عن أبي بكر صحيح، بس فيه بداية في صدره جملة جدا مهمة. ما هي؟ احنا لما نرجع للحديث نشوف هكذا، هو مروي عن من؟ عن يزيد بن أبي سفيان. من هو يزيد بن أبي سفيان؟ أخو معاوية، أخوه الأكبر. يقول يزيد بن أبي سفيان قال: قال أبو بكر حين بعثني إلى الشام،
أبو بكر ولا يزيد بن أبي سفيان الشام، جعله واليا على الشام. ويقول أبو بكر قال لي لما بعثني إلى الشام: يا يزيد، إن لك قرابة عسيت أن تؤثرهم بالإمارة، وذلك أكبر ما أخاف عليك، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من ولي من أمر المسلمين شيئا فأمر عليهم أحدا محاباة فعليه لعنة الله، إلى آخر الحديث. ليش حذفت مناسبة الحديث؟ بداية الحديث لماذا حذفتها؟ لأنه بداية الحديث هذه تدين أبا بكر ذاته. أبو بكر لم يجد أحدا أرضى لله عز وجل من يزيد بن أبي سفيان الذي كان من الطلقاء من مسلمة الفتح، من أصحاب الرضائخ. شنو يعني أصحاب الرضائخ؟ يعني الذين كان النبي صلى الله عليه وآله يعطيهم رضائخ، يعني أموال أعطيات حتى ماذا؟ يبقوا على الإسلام، يرضيهم على الإسلام. هذول المؤلف قلوبهم، هذول مسلمة الفتح، هؤلاء الذين أسلموا يوم فتح مكة اضطرارا كرها، أسلموا لا عن قناعة ويقين وإيمان. هذا يزيد بن أبي سفيان واحد منهم. طيب ليش يا أبا بكر لم تولي غيره من أكابر المسلمين، من أكابر المهاجرين والأنصار، من أصحاب بيعة العقبة، بيعة الشجرة؟ ليش؟ أين ذهب هؤلاء؟ يعني صار ماكو أحد يتدبر أمور ولاية أمر المسلمين في الشام إلا هذا الطليق ابن الطليق أخو الطلقاء. وثم جرمك يا أبا بكر أكبر بصراحة، أنت تخاف وتقول: إني أخشى إن لك قرابة عسيت أن تؤثرهم بالإمارة. يقول: أنا أدري شنو راح تسوي. أنت راح تروح الشام، تتخذ الشام ملكا لبني أبيك، ملكا لبني أمية. وبالفعل هذا اللي صار. هو لولا أن أبا بكر ولى على الشام يزيد بن أبي سفيان، وعمل يزيد ما عمل في ضمان ولاء أهل الشام لبني أمية وخط بني أمية، أكان يوما ما نرى أهل الشام هؤلاء يعيثون في بلاد المسلمين خرابا وفسادا وقتلا وسفكا للدماء ولاء منهم لبني أمية؟ من اللي رباهم على ذلك؟ بنو أمية بدءا من يزيد بن أبي سفيان، معاوية أخوه، لما مات يزيد جاء عمر وولى أخاه معاوية أمر الشام، جعله واليا على كل بلاد الشام. جاء معاوية وثبت، جعلها حقيقة مملكة، مملكة ليستعيد فيها آل أبي سفيان والأمويون ملكهم الذي فقدوه في مكة بسبب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: هذا عوضنا، الله عوضنا، ومكانهم أحلى كان وأجمل وأفضل وفيه ثروات أكثر. اتخذوها مملكة له، وربوا أهل الشام على الطاعة العمياء لبني أمية. هوى أهل الشام أموي واستمر هكذا. كل واحد منهم راح إلى الشام، بنى القصور وولى أقاربه وعمل ما عمل من أجل شحن النفوس، شحن نفوس أهل الشام الذين كانوا حديثي عهد بالإسلام. هذول ما يعرفون أصلا شيء، هذول استقبلوا الإسلام بوجهه الأموي فقط، لأنه أول حاكم عليهم شنو كان؟ أموي. جاء أول حاكم بعد فتح الشام، استقبلوا الإسلام بهذا. فربوهم على بغض أهل البيت صلوات الله عليه، ربوهم على المنكرات وعلى التلاعب بالدين
على الفسق. وهكذا وقعت الفظائع والجرائم. وأنت تعترف، أنت يا أبا بكر تعترف، تقول أنا أخشى منك أن تجعل الشام لقرابتك ماذا؟ مملكة لكم تؤثرهم عليه. وترى دير بالك لا تسوي هالشكل، ترى أنا سمعت الرسول صلى الله عليه وآله يقول من ولي من أمر المسلمين شيئا فأمر عليهم أحدا محاباتا لله فعليه لعنة الله. محمد بن عقيل هذا الحديث قبل أن يدين معاوية يدين أبا بكر، راح حذف في البداية صدر الحديث هذا حتى ماذا لا يلتفت الإنسان إلى أبي بكر، وأن الحديث هو عن يزيد بن أبي سفيان. شوف الفضيحة، يريد أن يجرم ويدين معاوية بن أبي سفيان بحديث يرويه أخوه يزيد بن أبي سفيان عن سيده أبي بكر. حذف اسم يزيد، يزيد بن أبي سفيان حذف. هاي الملاحظة الأولى حتى تشوفون من نفس الأحاديث نستطيع أن ندين أبا بكر وعمر. ملاحظة ثانية، الملاحظة الثانية لما استشهد بقول ابن حجر، ابن حجر الذي علق على قول معاوية وهو يخطب بكمه ولولا هواي في يزيد لأبصرت قصدي أو رشدي، ماذا قال ابن حجر؟ ابن حجر هو استشهد بكلامه، قال فيه غاية التسجيل على نفسه بأن مزيد محبته ليزيد أعمت عليه طريق الهدى وأوقعت الناس بعده مع ذلك الفاسق المارق في الردى. زين ليش ما كملت باقي كلام ابن حجر الهيتمي؟ أين قال هذا الكلام؟ قاله في كتاب، أنت بس اسمع عنوانه، اسم عنوان الكتاب هكذا: تطهير الجنان واللسان عن الخوض والتفوه بثلب معاوية بن أبي سفيان. مؤلف كتابه دفاعا عن معاوية بن أبي سفيان، هو أخذ شطر الكلام وأهمل الباقي. تريد تسمع بقية الكلام؟ اسمع وشوف. يقول ابن حجر الهيتمي، يقول لكنه قضاء انحتم وقدر انبرم فسلب عقله الكامل وعلمه الشامل ودهاءه الذي كان يضرب به المثل وزين له من يزيد حسن العمل وعدم الانحراف والخلل، كل ذلك لما أشار إليه الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله من أنه إذا أراد الله إنفاذ أمره سلب ذوي العقول عقولهم حتى ينفذ ما أراده الله تعالى، فمعاوية معذور فيما وقع منه ليزيد. يعني هذا الذي جئت به استشهدت به من كلام ابن حجر الهيتمي كان عليك لا لك يا ابن عقيل. يقول صحيح أن معاوية قال لولا هواي في يزيد لأبصرت قصدي أو رشدي، ولا يزيد الفاسق المارق، فيه غاية التسجيل على نفسه بأن مزيد محبته ليزيد أعمت عليه طريق الهدى، صحيح. ولكن بالنتيجة معاوية معذور، لأنه مع كمال علمه وكمال دهائه شنو صار؟ سلب الله عقله، وهذا كان نتيجة طبيعية لما أخبر به الصادق المصدوق النبي صلى الله عليه وآله أنه ماذا؟ أنه إذا أراد الله إنفاذ أمره سلب ذوي العقول عقولهم. يعني بالنتيجة ولاية يزيد على الأمة كان أمرا جرى به القضاء وكان رغبة من الله عز وجل، فمعاوية ماذا؟ معذور، معذور في تولية يزيد. شوف الفضيحة، حتى مثل هذه الإدانة الصارخة لمعاوية
في توليته يزيد، حاول ابن حجر الهيتمي أن يخفف من وطأتها. ثم تعال يا ابن عقيل أخبرنا، أنت مقياسك هو هذا، هذه الأحاديث التي ذكرتها، من استعمل رجلا من عصابة وفي تلك العصابة من هو أرضى لله منه فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين. زين، لماذا لا تدين بهذا بنفس هذه الأحاديث أبا بكر؟ هو قد ولى يزيد بن أبي سفيان، وقطعا كان هنالك على مبانيكم ومقاييسكم أنتم أهل الخلاف، قطعا كان هنالك من هو أرضى لله عز وجل منه قطعا. وكذلك تعال أنت تصب جام غضبك على معاوية وتقول هو خائن وأنه بلا شك مستحق للعنة، من ذا ولا معاوية؟ أليس عمر بن الخطاب؟ وألم يكن عمر مزهوا بمعاوية؟ تعرف إش قد عمر كان يحب معاوية، وإش قد كان مزهوا مفتخرا بمعاوية؟ لماذا لا تدين عمر؟ عمر الذي يقول لما كان يرى معاوية، تعرف شنو كان يقول؟ اقرأ في الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني في المجلد السادس الصفحة 121، وسير أعلام النبلاء للذهبي في ترجمة معاوية بن أبي سفيان، ومصادر شتى كثيرة منها الاستيعاب لابن عبد البر وغيره. يقول: قال المدائني: كان عمر إذا نظر إلى معاوية قال: هذا كسر العرب. شوف إيش قد يعني مرتاح من تولية معاوية على الشام، وأن معاوية صار كسرى. صدق كسرى، بنال أضخم قصر والأموال تكدست عنده، وأهل الشام كانوا يأتون يقبلون يديه ورجليه، وكان معاوية يأكل ألذ الأطعمة، يلبس أفخر الثياب، حتى منقول في أحواله أنه كان يلبس الذهب والحرير، مع أنه محرم على الرجال يلبس، ما يسوي له شيء عمر أبدا، ما يسوي له. بالعكس، لما ذهب إلى الشام عمر ورأى معاوية في هذه الأبهة قال: هذا كسر العرب. معاوية يولي علينا كسرى، معاوية يولى علينا كسرى. من يوليه؟ عمر. عمر يصنع كسرى للعرب، أليس خائنا لله ولرسوله وللمؤمنين؟ ألم يكن هنالك من هو أرضى لله عز وجل من معاوية؟ وهو يقر، عمر يقر، يقول هذا كسرى، هاي صفات كسرى، وما يسوي له شيء. كان مزهوا بمعاوية، مع أنه كان يشدد. عمر سيرته كانت كما تعلمون ماذا؟ خشنة غليظة، يشدد على بقية الولاة، كثير يأذيهم، يضربهم، أحيانا يروح يقاسمهم أموالهم، يسلب حتى أصلا أموالهم، يأذيهم كلش أذية. بس معاوية لا، كان يعامله بشكل يعني كلش لطيف، مع علمه بأن صفاته صفات كسروية، ومع علمه بأن معاوية وبني أبي سفيان عموما والأمويين عموما همهم كان الملك، يلهثون وراء الملك، يريدون الملك بأي ثمن. هاي ترى صفة فيهم، في رجالهم، في نسائهم. أنقول لك فتشاهد لطيف، هذا يذكره ابن سعد صاحب الطبقات، وأنا أنقله عن ابن سعد من كتاب الإصابة لابن حجر العسقلاني. يقول: وذكر ابن سعد عن المدائن: نظر أبو سفيان إلى معاوية وهو غلام، فقال: إن ابني هذا لعظيم الرأس،
وإنه لخليق أن يسود قومه. يقول هذا ابني راسه كبير، فهذا يستحق خليق، يعني يستأهل أن يسود قومه، يعني يصير هذا الزعيم عشيرة الأمويين، قبيلة الأمويين، قومه أو لا أقل قريش مثلا، قومه من قريش. هند آكلة الأكباد لعنة الله عليها كانت جالسة، شوف بماذا علقت حتى تعرف نهم هؤلاء للسلطة وللإمرة. فقالت هند: قومه فقط، ثكلته إلا يسود العرب قاطبة. تقول أنت، تقول هذا خليق أن يسود قومه، قومه فقط، لا ثكلته، يعني إن شاء الله عدمته، إن شاء الله يموت إذا ما تسيد على العرب كلهم قاطبة وصار كسر العرب. هذا كان نفس الأمويين، هذا تفكيرهم، أناس يلهثون وراء السلطة بأي ثمن. أنت تقوم تولي شخص من هذا البيت وأنت تعلم أن فيهم هذه الصفة، وهم بالنتيجة من الطلقاء، وهم بالنتيجة من الأراذل، ممن أسلموا كرها لا إيمانا، أسلموا على السيف، أسلموا، لو ما فتحت مكة ما كانوا يسلمون، كانت تبقى مكة هالشكل لهم على الجاهلية خلاص إلى الأبد، هم كانت تبقى. تولي هؤلاء، لما لا تدينون عمر بهذا كما تدينون؟ أوجه كلامي الآن لمن هم على ظاهرة محمد بن عقيل، هذا محمد بن عقيل زماننا، عدنان إبراهيم أو الكبيسي أو منو بعد، هؤلاء الذين الآن بدأوا يتشجعون دي يخلقون نسخة جديدة، أبديت، يسوون أبديت لشنو؟ للديانة البكرية، شوية يعدلون يغيرون بيها، فيقولون لا معاوية انطرده برا، بعد مو سيدنا ولا رضي الله عنه ولا أرضه، خليه يولي. زين بنفس المعيار ليش ما تمشون شوية لي قدام توصلون إلى أبي بكر وعمر؟ أنتم إنما تدينون معاوية بأنه ولا يزيد. طيب لما لا تدينون عمر لأنه ولا معاوية، ولما لا تدينون أبا بكر لأنه ولا عمر؟ السلسلة بعد تمشي. قد هنا ينتابك تساؤل أنه ما السر وراء اهتمام عمر بمعاوية كل هذا الاهتمام؟ ليش كان هالقد يحبه و يفخر به ويقول هذا كسر العرب وموفر له كل شيء؟ أكو مسألة أيها الإخوة حساسة، شوية حساسة، وهذه المسألة تنبئنا عنها حادثة مبايعة هند كرها بطبيعة الحال لرسول الله صلى الله عليه وآله يوم الفتح. يوم الفتح النبي صلى الله عليه وآله استدعى من تبقى من الفلول، فلول المشركين، ومنهم بطبيعة الحال نساؤهم، وعلى رأس هؤلاء النساء من؟ هند بنت عتبة. استدعاهن حتى يبايعن، وجعل عليهن الشروط اللي واردة في القرآن الحكيم. فأنقل لك الرواية من مجمع البيان للطبرسي المجلد التاسع الصفحة 276، ونحوها تجد في شرح النهج لابن أبي الحديد في المجلد 18 الصفحة 17. يقول، وهي مروية طبعا بألفاظ مقاربة أيضا في بقية المصادر، يقول: روي أن النبي بايعهن وكان على الصفا، وهند بنت عتبة متنقبة متنكرة خوفا من أن يعرفها رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: أبايعكن على ألا تشركن بالله شيئا. فقالت هند: إنك لتأخذ علينا أمرا ما أخذته على الرجال،
وذلك أنه بايع الرجال يومئذ على الإسلام والجهاد فقط. تقول يعني ليش أنت تبايعنا على شروط أكثر مما بايعت عليه الرجال؟ الرجال بس طلبت منهم الإسلام، النزول على حكم الإسلام والجهاد، إذا صار جهاد لازم تجاهدون. إحنا الشكو تقول لنا لازم لا تشركنا بالله شيئا ولا تزنين وإلى آخره، لا تقتلنا أولادكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ولا تسرقن أو ولا تسرقن. فقالت هند إن أبا سفيان ممسك بخيل، وإني أصبت من ماله هنات، أخذت شوية من ماله، فلا أدري أيحل لي أم لا. فقال أبو سفيان ما أصبت من مالي فيما مضى وفيما غبر فهو لك حلال. تقول الرواية فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وعرفها، فقال لها وإنك هند بنت عتبة؟ فقالت نعم. فاعف عما سلف يا نبي الله، عفى الله عنك. النبي هم عفى، عفى الله عما سلف. المهم هو هنا النبي قال ولا تزنين، يقول بعد هذا شرط المبايع على هذا، يا هند بنت عتبة انت والبقية الماجدات اللي يمج لازم شنو؟ ما تزنون بعد، ماكو زنا، ماكو ذوات رايات نفس السابق. فقال ولا تزنين. فقالت هند أو تزني الحرة؟ يعني أنا حرة شلون أزني؟ وكأنها ما كانت معروفة بالعهر والفجور وهي حرة، وما كانت أمة هي، بس بعد كانت معروفة بس تريد أن تجحد ماضيها السابق هكذا. قالت أو تزني الحرة؟ اللطيف هو هنا، فتبسم عمر بن الخطاب لما جرى بينه وبينها في الجاهلية. عرفت الآن جواب لماذا عمر كان محبا لمعاوية؟ لأنه بصريح العبارة كان نايم مع أمه، وهذا بعد ابن تلك الأم، ويمكن يطلع ابنها، يمكن يطلع ابنه بالفعل مو بعيد. وهذا القول كان يقول به المرجع المعروف الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء، كان يقول بهذا الكلام، لأنه معاوية يقال أنه لما ولد اختصم فيه رجال من قريش، بعضهم تمت تسميتهم وبعض احتشم عن تسميتهم، وعمر بن الخطاب تبسم لما كان بينه وبينها في الجاهلية. يعني وين انت هسه تقولين أو تزني الحرة؟ أخو نسيتي شو اللي صار؟ نسيتي؟ محمد الحسين كاشف الغطاء ماذا يقول؟ يقول كما في كتابه جنة المأوى، ارجعوا إليه، يقول أما معاوية فلي فيه رأي خاص لعلي قد انفردت به على الظاهر، وهو أن هندا حملت به من ماء الخليفة الثاني عمر، ولا أدري أكان ذلك في الجاهلية أو الإسلام. يعني عمر سوى الفعل الشنيعة وهو ماذا؟ ما زال كافرا أو كان مظهرا إسلامه؟ طبعا في مكة. ولكنه ولده بلا ريب، ولي على ذلك شواهد كثيرة لا مجال لذكرها الآن في هذه اللمحة العابرة. هذا نص كلام، طلع معاوية ابن عمر ابن الخطاب المنسوب إلى من؟ إلى أبي سفيان. أنساب يا أخي، أي أنساب؟ أي أنساب؟ كله سفاح، كله زنا، كله عهر فجور، هذا تاريخه وطبيعي. هذا يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا ابن الزنا، هذا هو الواقع. فهذا يفسر لماذا كان عمر هالشكل يعامل معاوية بكل طيبة وبكل رقة، ولماذا كان يوفر له كل شيء ومدلل، مدلل معاوية، مدلل عدل، يقول هذا كسر العرب، هذا حقه، هذا
البقية من ولاته ما يحصلون قصور، حتى أبناء ما يحصلون قصور، بس معاوية يحصل قصور فارهة. يقول إيه حقه كسر العرب. مشكلة هؤلاء، مشكلة أبناء الديانة البكرية، عدم تمسكهم بالمبادئ الحسينية العظيمة. لو أنهم تمسكوا بالمبادئ الحسينية العظيمة التي تستدعيها في كل عام هذه المجالس المباركة المعقودة باسم الحسين بن علي صلوات الله عليهما، لصار عندهم ما نسميه التطهير القهقرائي، يعني طهر فكرة من الشوائب تجاه المرحلة التي كانت قبل الحسين. ثورة الحسين عليه الصلاة والسلام الميزة فيها هي هذه، اطهر مو فقط ما بعد المعركة إلى يومنا هذا، لا، طهرت حتى ما قبلها. قلت لك اللي يبحث في مظلومية الحسين يدين يزيد، وإذا أدان يزيد لابد أن يدين معاوية، وإذا أدان معاوية لابد أن يدين من؟ عمر، وإذا أدان عمر لابد أن يدين أبا بكر. فيصفو إسلامه، يتطهر، خاصة حين يجد أن الحسين عليه الصلاة والسلام في هؤلاء كانت له كلمات صارخة وإدانات واضحة. السنة الماضية في الليالي الحسينية نقلت لكم أحاديث أبي عبد الله الحسين في أبي بكر وعمر، كيف كان يدين أبا بكر وعمر. هذه الأحاديث التي لا ينقلها الخطباء عادة على المنابر مع الأسف الشديد، ولا بد من نقلها، لست أعيدها اليوم، لست أعيدها هذه الليلة، من شاء فليراجع، إنما أكتفي هذه الليلة بجزء من رسالة أبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه إلى معاوية بن أبي سفيان لعنة الله عليهما، يركز هذا المرتكز في تقييم هذه الشخصية وكيف أنها حادت عن الإيمان إلى الكفر بتولية يزيد. إحنا ما ننظر إلى مسألة تولية يزيد على أنها ضرب من ضروب الاجتهاد كما يصنع أهل الخلاف، أبدا ما نسوي هذا الشيء، بل ولا ننظر إلى تولية معاوية هكذا. إحنا الاجتهاد عندنا له أصوله، لا اجتهاد في قبال النص، لا اجتهاد فيما هو بين السوء والنكارة، وإلا يصير حتى شارب الخمر مجتهد. الاجتهاد مو هكذا مفتوح على مصراعيه بحيث الواحد يقلب الحلال إلى حرام ويقلب الباطل إلى حق والعكس بالعكس، أبدا مو هكذا. انظر ماذا قال الحسين عليه الصلاة والسلام في رسالته الجوابية لمعاوية عليه اللعنة، لما كتب إليه معاوية يشكو إليه أنه أنت تتحرك تحركات سياسية مو مريحة، ويهدد، يهدد الإمام عليه الصلاة والسلام. أنقل لك المقطع الأخير من جواب الإمام عليه السلام، لأن رسالة الإمام طويلة. قال صلوات الله عليه كما تجدونه في رجال الكشي الصفحة 49، يقول: فأبشر يا معاوية بالقصاص، واستيقن بالحساب، واعلم أن لله تعالى كتابا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وليس الله بناس لأخذك بالظن. تأخذت الناس بالظن، من يظن به شيء تقول روحوا اضربوا عنقه فورا، هذا كان أمره، أخذ الناس بالظن، وهذا مخالف لقوانين الإسلام. وليس الله بناس لأخذك بالظن وقتلك أولياءه على التهم، بمجرد التهم تقتل قبل أن تتبين، قبل أن تستبين الحال، قبل أن تحاكم محاكمة عادلة أقلا. ماكو حقوق، حقوق محاكمة وقضاء في عهد معاوية ما كان،
هذول وينهم أهل حقوق الإنسان إلى آخره، وأنه لازم محاكمة عادلة لسيف الإسلام القذافي وغيره. وينكم عن عهد معاوية؟ أصلا كان أكو محاكمة في عهد معاوية. معاوية يقول أي واحد بس تهمة تهمة حتى لو باطل روحوا قتلوه، يلا خلص خلصونا من عنده فورا، ماكو بعد محاكمات. وقتلك أولياءه على التهم ونفيك أولياءه من دورهم إلى دار الغربة وأخذك الناس ببيعة ابنك غلام حدث يشرب الخمر ويلعب بالكلاب، لا أعلمك إلا وقد خسرت نفسك وبترت دينك وغششت رعيتك وأخزيت أمانتك وسمعت مقالة السفيه الجاهل وأخفت الورع التقي لأجلهم. والسلام. هذه كلمات سيد الشهداء سيد الأحرار صلوات الله عليه، كيف يتصدى لطاغية زمانه بمثل هذا الخطاب الشرس الخطاب الشديد؟ من الحسين تتعلم هذه الأمة كيف تثور على طغاتها لا ثورات سياسية وإنما ثورات عقائدية إيمانية يراد بها أن أقيم المعروف وأمحو الباطل والمنكر وأسير بسيرة جدي وأبي صلوات الله عليهما. هذا هو طريق الحسين صلوات الله عليه، ولهذا نجدد العزاء على الحسين صلوات الله عليه. ألا فابكوا سيدكم.